والدار دمرها اليهود، واحنا الا المدارس نجي هنا نعمل اكلنا ونروح على المدارس كل يوم زي كذا. يفقد حياه البيت هو الماء هو 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 الركيزه الاساسيه، لما تجي فيه تتريح ولو مدمر تتريح. بعدين ما تمش إلي ولا أي مأوى إلنا غير في المدرسة بنروح، بنيجي في النهار في البهان مخوفا من الوباء اللي في المدارس وعدم النظافة وفيش مية، بنلاقي في البيت أأمل لنا من إحنا نروح في المدرسة.